الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وحين كسوتر كتاب تعظيم العلم وحين تشوغني بابك لحاد أي كشرا شيخ أحول رحمه الله وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين وحي أنفعيسا نوعيض علمك إلى لنت إلى لنا وحي كو أنفعيسا يوكلية باعتماد أصلين لبا أصل إن لا عسكضه أحدهما أما أحدهما لبضى أصل وحي أهادين ككواد تقديم الأهم في المهم كمهمة ضبضان لهر مريه وكمهم كان لبحك سيه كسي مهمة ضبضان لهر ريسيه مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله أهم كأي مهم كاسو مما يفتقر إليه كم ذا هذا يحوب هيا المتعلم كوحبرنا يوب هيا أو جب هيا في القيام بوظائف العبودية لله كعست لبك عايه شقوين كي عبادة إيا تكليف كاللون نسبيي لبك عايه عبودية سو إلهي لغو عابدا يعني عبادة الله لغو عابدا يشقوين كقصة بصن كعستا لغوك عايا سيدو بك لباهيدا بدايه بك لهر مرنيا سو إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة وحل ويديا إمام مالك ودارتي هجرة أم الدين إمام كيدي أهادي دار الهجرة ومدينة عن طلب العلم دون استعلم قال للدون يا لويدي فقال حسن جميل عر علم قال إن للدونا ووناك سنتهي وجميل وقرح سنتهي وشيء قرحون ووناك سن ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ولكن انظر هيا شيئا الذي يلزمك ككل لازما يا أن كفارقين من حين تصبح إلى حين تمسي لغا صوب بلاب مركض وابريسته لغا قارا أيو مركض هبين سنيسو فالزمه كان لازم ولكن انظر يا ولكن انظر لبض وابنائه أو ولكن وير ابني نونكو التقاء الساكنين كان له حركي هدي لك كسريه وحلو كسرين يا كسر ذا أصل تخلص أه أو وح مركا لبضى السكون سن أكل ميل لقبحه وحوق أصل سن كسره وشيك كرنا بنانو ضمضى وقت هذا غير كود إلا لقبحه وادعضى التقاء الساكنين كا إن ضم الله لقبحانا وادعضى وأنا مركا إتباع راعه أو وحكه الرئي أما وحك الضم بي يلا إتباعنا يلا راعنا وهذا حرف كقصد إحدى أيا مركا قدن مركا ولكن انظر إلا يلاهدو ضمد الله إتباعي وتخلص لقدقو يدنا وابنانتا قل انظر يقول انظر بالم إذا قرآن كان ولا أخري من حين تصبح إلى حين تمسي وحبنان حين وحلو إضافي فعل معرب ومضارع لو إضافي إن لبنا يا وابنانتا إن لا إعرابنا واصدفي عنه مركا من حين تصبح إلى حين تمسي إلا يلا ذا بنان سيدا أشيخ إنا وقرينا وسيدا فصاح ذا بدل سيدا كلا قد يدوا فصيح أو لبد بواجران قال أبو عبيدة معمر بن مسنى أبو عبيدة وحلو معمر بن مسنى هذا رحمه الله من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم كالنفتي سكون مشغولية بغير المهم وحان مهم هين أضر بالمهم وحربا وح مهم كأه أيو وحيالا أربا يعني مهم كي أيو عوريا إلا الشيء أن مهم هيب نفتيكم مشكوريي حلقين كقاتي وقتكي مركا وحي مهم كأب وحياليا وح هبونيد وح مهم كأيو نفتكم مشكوريو وقدم الأهم إن العلم جم هرمريك مهمة دبضا إن العلم جم علم هو فرب ضيها جم بأصلها أما جم لا يلاد أما جم لا يلاد والعمر طيف زار أو طيف ألم
والعمر عمره طيف زار وخيال قفك الصوب وقضي خيال وكل وكدقين أو ضيف ألم أما هو مرتك السودكتي مرتي هذا الروح أو تما دوسي دك سي دخصابة يقتريس روح هذه مرتي كسو دكتو مرتي ده سي ما تشوا جيسا وتجيسا مركز سير عمر وبيري هاي بكم تلايا مرتي ده سوكل إنه لم يجي ولا آخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن شيء الله بعد أما أصل كلا بعد أوعس كنيو إنه عيد علمك انتفاع وكو انتفاع وكو إلى لنيو أن يكون قصده وإن قصد كيسو هذا يديس في أول طلبه دون استيسو علمك دون أن يمركبه الرئيس وإنه نقضه تحصيل مختصر كتاب مختصر كوبا إنه حصليه أو كتابك أو أقوان صدقرته تحصيل شيء قبل لها لغي لي شيء حاصله تشيره وحلو تشيه ده وبرانيا مختصر كاس في كل فن فن كستا مختصر كساب صن وإنه مركهوري برتا أو أقوان صدا حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة إلى ما إيهو كرم يسترن أيوه نوع يدا علم يدا او احترى او انفعيا ايو مختصر فن كستبا كبرنيا او كاقونسنيا مركو نوع يدا علم جاي نافعا مد والبا وحكا قرتو نظر الى ما وافق طبعه منها وحو ايجايا وحا طبعي سوافقيا نفسدي سمحا وافقيا وحدعي كرتفن يدا قاركودين وكهلو baad u jiciliyahay oo xiseeyo fanniyada qaarna waxa laga yaabaa inaanu aad u xiseyn oo xisiisu ku badnayn marka ka tabciigiisa waafaqay ayu eegaya wa ana sauka ogaado min nafsi haga nafti sana ka weheshada waxa loo jeeda ka ogaado ana sabi macna calima walo isticmaala ana samin janibi turi nara yani absara loo jeedi حق النفط يسنو كوغادو قدرة عليه أوودو فنقا أوودا أيوه فتبحر فيه طبعا نمر كوا فنقاس أيو كب حروب أيه بمعنى كنت تخصص أيه أقون ديراد أيالان أيه وتخصص كدقان أيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر وحيسكم مدى أهات يا وح طبعي سوافقي وسلي هي وتحصيل كريسا فن كلي أهات يا أما هل فن وح كبدا أهات يا فرق مكان له وهذا دور فن حسين أيه دور كفن أي كد ذلك هل فن وكلي هذا آد حسين أيه آد شعلي هنا فن جاس أي آد كد ذلك أما بلغ الغاية في كل فن إن يولك أقدم بأي لغا قارو التبحرك لوغا متشيه دو إنو ودكوب أي لغا تلمام ما يينو كتبحر أي كتخصص أي اللو تشيه داي إنو غاية دا إيا نمات كفن كستك قارو الصورة قلك والتحقق بملكتي يينو حقيق صدو أودي سولي هاي وصفر راسخاء ومركا أودي كرايو أو كنت تخصصي ملكنو عاصين ويشن أو حقيق سميو فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة وحلو الديار يا كاس إنو غاية فني والبكار وكنت بحورو مدبا اللو الديار يا مد كدن بي واختي مركا بير بمعنى الزمن بدل مركا لتشوغبا وحلقا يابا شخص نادر النوع عصو كلا إن لهلو وفنونت علمك فنك كستيل لوك عبال لمو دايو كنينو يهي تخصص كيسي أو وحكا لبعان وأقول هدو تفسير كهالا يو وحل مو دايو تفسير مو يوحكا لينا نبران هدو حديث كهالا يو وحل مو دايو حديث مو يوحكا لينا نبران هدو فقه كورما يو وحل مو دايو فقه مو يوحكا لينا نبران هذو عربية كهلا يو حل موضة يا عربية مو يو وحكرين أنو أقول هذو أصول فقه كهلا وهكذا فنون تعلم قصاص وض تاريخ ذا سيرة ذا أدب هكذا
shakhsiga noocaas oo kala ah naadir baa loo helaayo azmaan badan marka la joogaa laga yaabaa ruux naadir oo noocaas oo kale oo dhifiya naadira in la helo ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها انت هدف يدوح ايجيا كان علمي جبرنا اياه وح اوات سينيا من تحصيلها علمت اوبرنا اياه وح مركا السورة قالين اياه لتان كيد يبر الشديدة ايو ايجيا افرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد وحمرك تحصيلك علمك السهلية إفرادا للفنون ومختصراتها أهاتيا إنو فن يضع علمك نوع كم إذا أما فن كم إذا إنو كلية له يا مختصرات كيدا يعني مد بمدك كدن بيسا مر بمد مركا قارية له أو جمعا لها أما كل من لكل من أي أهاتيا كانوا يدو حدفنين عمل فشا أحواش قار كود بي قياسي تهي وقتي هذا قارنا هو السماع وقتي هذا قياسي قاهد ماها أعكوب بنان إن الحال كدكتو حالو يهي مفردا للفنون إفرادا أي مفردا للفنون متكلية إلي يفن يضا يا مختصرات كيدا نوع يضا علمي من مر أقاري إلي أمركم مد مركو هركو قاري رب رشدا كامركو دافنا متكلة كقاري إلي أو جامعا لها أما حالو يهي مت كل منا إياه ودور فني إسكفر إياه مركلية وضبرنا إياه والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة شيخ وحيري قاريال استفن فنون تكمدا برشد أو كقاريالو أو إلا دفن قاسان كتب كان إياه أهرت برنا إياه فنون تكلهي تشوغان فنجا مركو ميل كسو اوغادو جيرين جيريده راعو او الا مطولات كيده او غارو او متبحر فنجا كو نوقدو هلكا دغان ايا ميد لباد بو بلابايا كي لبادنا سدا سو ماركا مختصر كا او يار كا بلابايا كا كو خيغا سدا او ودو الا كتابكا ماركا كتبته واوين معتمد كي لغا دغتو او كا غاري كانا مركو اتقانيو سو فن كلا بلابايا ميد وليبا ها كو قاتو اما سند أما هكير هذا أما هكبته على حسب مركا الطلبات وسيدة يهيني سيدة مركا قرشده ذو أي طهي سيدة مركا عدة وقول لك تأيوه ريان من ذولبا مركا إفراد كإلا السمية أنسب أؤها الطلبة بدن كودا وأن فني يدي كل الدوانا يكو عصبا أرضا يقول مركو رأسكو وضفرين أنو أروحا وضبرنا إياه كتاب كلا لغا يبوا وعدغنا إياه نوعي لديك يبوا وعدغنا إياه مركا فقهي يا حديثكي أصول فقهي عربية دي يعني علوم القرآن كي علوم الحديث كي رمان مركا ليا وضعنا إياه نورا ويتشتت بان يدي سيكون عاية محانا لغا يابا ثقافة عاما موية وحكا لئينا نكبر السنين هدو مستوها عادقة إددك أبدايهين الدكاقة كسوغيهين شخص نادر هدو يهود ذكاقي سيا مسكح دي سعيتهي غير عادي او حق مركا ضدك مركا اللو ايضا عموم كودة اما بدن كودة روح كم مسكح بدن نادر هدو يهي فالنيادة وكودة تشبكيري كراه انو اسقف روت شمعينا وحي نقنيسا وقت قيمد عدقا علينا يسين نقنيس فالنيادة وووضا بران كراه او واحد دعي كرتكي فن كلي برنيي ان انا اوغا اقون هوسين فنغاس ومن طياري شعر الشناقضه قول احدهم قبيض الشناقضه اي تريين قبي كميدا او دولي بمعنى ادو عام بحي وحكمدها هذا الكميد كود او يري وان تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي تردد في العلوم المنعجة إن تو أمان استبق لن يخرج لبدأ بيت بحر الرجز أي الله نسبية طريقة استعمال شناقضة وحيدة إفرادك أو مرب فني أي برتان فني هذا ما كل ميان واسكم ضران تبقى قاعدة وحيكلك تنسلس متكمل وحكا عبره
وإن تريد تحصيل فن تممه هذا دون فن إن تحصيل سوء أدبرته فن قاعد مايستر بمعنى إلى آخر كيسة كجاي كتب مطولات كلا قد يقو وين كجاي وعن سواه قبل الانتهاء مه الصقة وحكى الصهري فن قاسنا أنت أنا فن قا كل مانين وهلك وقدم بيساء أنا كجارين اللي قد دراسيه كهر بولو إسكده ما هو محي وإسكده فن كله بلابين إلا فن قا ميل أتكو قاتو فن كلا إن أتبلو ذكتك وفي تردد في العلوم المنعجة جاء أبي أهيد همزدي تطرف كي تطرف طي أي الله شري نظمي قدرادي ديد ما لديد أياتمي علمي هذا إلا إسفنجلي أو مركلي الله إسكو وضفر أو مركلي الله يراهدو يقو إسكو فنشره بان وضبران أيا ديد ما لديد أياتمي علماء دواد ديدين بوچيده وما تشيدو نصبا كوي من الديد أيو آيات قرآن أما حديث النبي با الديد أياه ومنع النص ديد أياه كوي من ما أهم مرادك علماء دي الطريقة دا تعليم تقرر أيو با الديد أيو تشيدا انتو أمان استبقى لن يخرج وحكال الله سو النقلية إذ تو أمان استبقى أما اجتمع ماشا استبقى أنا اجتمع والله سو النقلية إذ توأمان استبقى لن يخرج لبضنا وحفي عن إذ توأمان بافي عن أدلة إلى ذو إن وي وعكرنا لنا يسمو الضعفاء لقلي وشوابت إن أي لازم أهيد إن مركا لحد في الله أنتو حيكم إذا أهيد مركا جواب الشرط إذا عدو جملة أي كترتا إن فاء لقلي واجب أهيد اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس مسائش بيت كان لقو كل مية كم ذا هيدا فأدو واجب يسي جواب الشرط مركا دعضو إلا قشو فأدا أي واجب كاهي مركا لنبا طالة هدي مركا لقو السعضو إنا يسيدا نوي إلا هدي أنه وحي نقنا يسام مرمر نادر يسو عرورتو أحاديث قربة ويكوت ميضو لن دعضي تشواب إن أي قد دعضي إن أنفعل لجنة ويدعى ذي، مركا واحد نقول إنسان نادر بين مركا نقرس، معنا دع كرت حديث كرواية بالمعنى إنه يهني، مركا ضرة شعر وكان حوجا وكسالنت، وحيري إذا تو أمان استبق لن يخرج، لبما تانود مركا السوق على ديريا للسبر التمان، بحطانك أي المجرين كصوب حيان ودلان أيان. markay soo baratamaan mid waliba oo isagu inuu soo baxo oo marka uu dhawaa ma soo baxayaanoo ma wada dhalanayaan tariiqii ay markii ay soo wada maran ma suuragal aha inay kala dambeeyaano fursada mid la siiyo mid marka uu dhasho ka dambana ka daba dhasho bay labadii mataani ku soo baxayaan لكن لبضوا بحمر كلي هذي دونان إن يصبحان مصر قال هاي إن يصبحان سيد الله بدي متانها أها أين مركلي أوضع دلان كرين وين يكل الدمبيان أي تهاي فني يضع علم جرا وين يكل الدمبيان مركو فني كودا شو إلا برشاد برتي وحكر لي أنتي نكودا شيء يا مركا يا مركا دبدي الفني كلام بلو توأم ومتان توأمان واللبض متانها أه ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع شيخ وحيري رحمنا الله وإياه كي كأقون صدو كدر تحق النفتي سأود وأود يئن كل مية فني كل الدون شمع وكل منيا وكانت حالته استثناء من العموم وحين النقر يسا حال الدين سميد عموم كاللقى الرئيب أي النقر يسا قاعدة أنه حيوطى الله عموم الطلبة تدوينها قود بيوطى الله أما طلبة قود بيوطى الله أشخاص النادر كأه إذا كاقود يمسكح دود إيا قرش دود يفير دود أي آت كوهير صار ريسو يقو وحين النقر ينقار لقى الرئيب أيو مركا كالنفتي سا أودا كؤغادة
إنه كرايو فنيضا إنه اسكوضو واتشمعينيا بل الإنسان على نفسه بصيرة. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة باب كلا قنطي وحيالها قرنايا اكهر إمانيا الأركي وحكم ذا هذا الإحجام عن تنوع العلوم إسكدين تلي إسكدائيو ولقاق أبصدو علمي ذاك للدول والاستخفاف ببعض المعارف يفضيت صدك لفضيت صدو أقونها قاركود والاشتغال بما لا ينفع والاستخفاف والاشتغال الأرنمايو واللام كلم الرئيبيو ويهمزة اشتغال استخفاف كتشرتا وهمزة وصل همزة وصل بالله إلى هذا همزة همزة الوصل قال لي إلى هذانا هدي هذا الكلا حديدين أي الله ما أخريا هدى الله قبل لابين بس مرك الله قبل لابين يوكلي الله أخريا هدى الله قبل لابين لما أخريا والاستخفاف هدى تراهدو يوال اشتغال همزة دي بات قطع كدكت همزة القطع نوح لها تمر ليبا لا أخرنا يوم مرنا بأن دعين وحد أخرنا يسلام هوس ديغن والاستخفاف يوال اشتغال بالأخرنا حتى القرآن كألفتيسا همزة الوصل الضبع دعضي وكترتا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان تتكا قار كودا عن قرآن كمعل متقن أدقين وحلقا يابين إسكا أخريان بئس الاسم الفسوق وانا غلط او بئس الاسم الا اخريا وح اخريا ما جيران قرادا وح اخريا ما جيران او واحد ضمانا يا اخرينا يا لام كو انو هوس دغن يحي او هوس دغ لام كا لغو دفنا يا سين كريبن بئس الاسم الاسم والاخرنا الاسم سكر وحي نقني صلحنا نقنيس والاستخفاف ببعض المعارف مركن لاخرين اي واحد موداي سهمزه هوس دغن قف بهدان وكبر رخصين لاخرين نطقها وهو يكتب والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع يا ان لو مشكورا وحن روح انفعين وحيالها مركا باب كان كهر من اي برين اي كمتا مع الورع بالغرائب يدول لقبو ان اد لو جعل يهو لا دبا دعي وحيالها غرائبته إيه ضد كل يابان الغرائب وشيء الله غريب سنايو أن عنك أهين إلا غيابو إلا ليابو وكان مالك يقول وحوهان شر إمام مالك مدي له هذا شر العلم الغريب علم وحو شر بدن أحن الغريب علمك غريبك مشهور كأنا هين عنك أنا هين غريب كضد كل يابان أشياء ذا نادر كا إلا لي أبي إلا غريب سنة أيوه فعلمك أقول شر بضن يعني أقول وخير العلم علمك هو حونا أكسن الظاهر الذي قد رواه الناس كم مغدي يدتك السوريين عنك عالم ولي بشيك أيوه كاس أونا أكسن باب كان شيخه وحين قلت المامي علمي ذاك للدوان وإن مركا للرعاية وفن والبوح لقى أقادة والله يسكت ضياء إن النوع كلي يلا بكو بنان النوع والبوح وإن وحلقى أقوان صدا كمال كاسدا كتشرة ويا علمي وإسعاوين إيا وإسفرفر إيا ما دامو إسعاوين إيا إسفرفر إيا وإن نوع والبوح لأقوان صدا وإسبهن يهو وإسكحرين يهن ترابط با كده حيية ترابط ايا كده حيية يسكو حداشو لكن سيدو اكلا مهم سيئا وين لو اكلا هرمريا علمي وكلا مهمت بدن يهي اهم كمهمت دا بدن بالهرمرين ايا اعتقادك الصحيحة قف هو مركه هرئ وطلب كبلابا ايو اعتقادك الصحيحة سي مجملة وين وقاتا اكلا اقوان صدا شركية توحيدك اعتقادك الصح ذا أي اعتقادك اللنسان وأينو كالقرطها سأنو عقيدة ذا حق ذا وقلو من ويا عقيدة ذو وأساسك وحكو الاسميين تبحر كأو عقيدة ذا كو تبحر يا هو ضنبيسو
لكن مركه هري الطلب كم كعسب يهي بل عقيدة الصح ذا سم مجمل وإن أقاطع وحيالها وين إلا قل ما ينا آدي آد وإن أقرنيا والشركيات كم ديه وإن الشركيات كي خرافات كي وحيالها النوع عسى إيه مركه بدعوين كوا وين خطرتا وإن سم مجمل مركه رواق صدا marka dambe uu talabka si wado ijmaalka waa inaan ku joogin aqeedadii waa inuu aad u sii barta dad farabadan waxay kullu meen xaqqa aqeedada dad markay carabiyada ka hadlayaan ama furuucda fiqiga ee madhabi leedahay ay ka hadlayaan ama usul fiqi ay ka hadlayaan ama mustalahu hadith ay ka waramayaan ada qoontooda la yaabayso ayaa aqeedadii kullu may wa dhallu fi aqeeda hani gumbay ka tolanta guriga marka la dhisaayo soo seeska inaad loo qodama hadii marka seeski aan la qodin ee dhulka saalay saga dul saaro sida lagu dhiso waxaan u maleeynaysaa soo madumayo gurigu markuu tabaqiyo la is saaray yahay qotada guriga loo qodayo xagga seeska waa la dheereeyaa binada caadiga ah ee aan ahayn tabaqiyada aan ahayn inta la qodayo in la mid lama qodo waxa loo jeedaa qotada loo qodaya inay hayso aqeedadu waa wixii wax ku dul dhismayeen waxa la wax diina ruuxu uu sameynayo la imanayo waxay ku dul dhismaysaa aqeedadiisi marka aqeedada waa inuu iska saxa mar labaad ka cibaadaadka waajibka ku ah waa inuu iyagana aqoonsadaa oo salaadii kamid tahay salaada siduu tukanaya arkaantiisi maxay tahay فاتحة إن أصحنتها هي إنك لو وين أسكأجا التحيات كين أصحن يها هي إنك لو وين أسكأجا وين أصحدا وين أسكه بيا أركان الصلاة دا يا شروط الصلاة دا يا وحي لها الصلاة دبرينا يا أنت وين أقون صدا إلا إسقوا تكنا يا وقت بدن وهذا الصلاة تكنا يا أي تهاي مدان أصحين دو حين نقرس تعب خسار بين نقرس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل من صحابية أي نبي أكتي سكت كذي ننك وحكرنا طمأنينة حسلون إذا صلاة وكو حسل يخفيفين نبي حكور ارجع فصلي فإنك لم تصل كن قؤتك ما تكني يعني وحتك تي صلاة ماها والصلاة الآن marka ruuxu waa inuu saxdaa salaadiisa arkaanteedii waa inuu aqoonsadaa waa inuu ilaaliyaa wa ka sheekhu yiri walakin indhur alladhi yalzamuka min xiin tusbixu ila xiin tumsi salaadaasa ugu horeysa iyo ictiqaadka waxaa soo galaya ramadaan haddii ay soo dhowdahay ama soo gashay waa inuu soonkiina saxdaa wa cilmu lxaal saynu horeba usoo sheegnay baayac mushtara hadduu ku jiro بايع مشترك وين واقون يشا محا حلالا محا حرانا عمر بن الخطاب وحلق الشيقين ويروح بايع مشترك قال ووحي بنا يا وانا احكمت بايع قرنين اكل الربا شاء ام ابا روح سر ربا وعنيا اما هدون الى الربا عنا ام هديد حلق يا بهدي لها الربا ذا مياد عنتين الى ذمايا لكن isagoo aan garanayn wuxuu inay riba tahay baa dhici karta inuu ribadii ku dhaco ilaa ribada ma yaqaanay mar hadaanu garanaynin isagaan garanayn ku dhacayo waa kada marka ashyadu sidee u kala muhiimsan tahay way loo kala hormariyaa dabadna marka midba marka la sugo ka kala loo gudbaa fanniyada marka la baranayo fannigu way laga bilaabaa mukhtasar kitaab kooban oo yar way laga bilaabaa waa inaanu oran kitaabka ugu weyn baan ka bilaabayaa naxweeyadan waxba uga bilownayn waa inaanu odhan waxaan anigu ka bilaabayaa qadrunadan ka bilaabayaa hadda asaasiyaadkii baabkaba ma yaqaan marfuuc iyo mansuub iyo majruur ma kala garanayo mucrab iyo mabni ma kala yaqaan ya naxwo maxaa tahay ma yaqaan qatri oo la bilaabay buu arkay markaasi kama sawba ballaadhin in waxa jurumiga ku yaalla soo ma faahfaahinayo waan iska garanayaa isagaan ka bilaabayaa waa qalad إنه إذا ألفية ابن مالك بأن كبلا بيا وقرط وإنه كبلا با كتاب مختصر أو كوبا وإنه كبلا با وحل إلى ذا قصير وظريف
mid ba ajrumiga isiri dhigo ajrumigi ba ku adkaaday ajrumigi marku fahmi waayo waa alfiyada banno kara wa ajrumi ba fahmi weeyde ma alfiyada fahmiisa saw ajib ma saw inta kan ku taala oo faafaasan kuma taalo ka way no keena ka sa basdinayo balaarinayo wa tariiqa qaldan shayga marka la bilaabayo waxa laga bilaabaa wax yar ba laga bilaabaa ruuxana marka cilmiga loo dhigayo waa in loo yaryareeya yaryareyntaas waa in lagu bilaabaa waa inoo keeni doonaa yaryareynta arrinka ku saabsan oo ruuxa cilmiga akhrinayo cid u dhigaya inuu waxa weeye cilmigii u siiyo si waxa weeye jurucaat ah tadriij inuu sameeyo ya tadarruj shay'an fa shay'an marka ugu dhigo taabaab kale inuu ugu keeni doonaa مختصر كان مركو كبلا أبو وينو هذا نصيدا أسرع وقع أميت كلو كسي بلارن يا أضرب نمر كأو حسيت كا سدو سيدا أبو وضو شرن شرو مرك الدم بكتاب كا كتب تل الدراسة يا أبو بلارن إفني كأو سابسنا وينو كجرا ساسو كإتقاني نيا كعل علين تكتب هذا قار كون لجو العليو نفع با كتشر مادة دي بروح كون راسو خيسا osiyo degdeg ah inay u dhaafto iyo si waxa weeye raziina inay u dhaafto ugu dhacdo ee xagga sabadkiisa sugnaanshaha bay u kala fiicanta wuxuu kala ka waramay sheekhu faniyada marku ruuxu baranaayo laba dariiqaad jirta dariiqo ku saabsan dariiqatu aljam'i iyo dariiqatu alifrad in fanni fununta kamida marka hore la gaar yeelo oo faniga la barto marka faniga la barto dabadeed فني كل اللي قدمه وطريقة الإفراد بالليل هذا طريقة لبعضنا وطريقة الجمع لبعض الطريقة هي ما في عن روحة ذكاء جيس مستواها عادية تذكى ذكاء جودو حقوق بالسماء صدق قيود بالله قيب كراه مستوى فائق وصرية ومسكح دود أي تايم فائق جمهور كذت كأمدت كبدن كود ومت كم مسكح بدن إني وددك النوادر تلقي له إيه الطبق لحاء أو وسط غالب كددك وحيو بذيهن قيب تا وسط كدح دحات كابيو بذيهن يقيب ذكاقه هوسيه دمي النبا يكون سوغان طايب أو هوسيه تاسوه اللقب بذيه مجتمعات كنواكو كالدوانتو ومضاها قاركوذو حلقا يابا إن حوقات ذكاقه ذو بذيه هاي قارنو حلقا يابا إن بذيهن ذكاقه ذو إنه هوسيه يعني قارنا وحلقة يا مستوى عادية على كل حال لكن مر والبا طريقة وص أنت وصت كأه قيب توصت ككسر عن أي بضم هديتك عادي أيهم مركا تتك عموم كدد وينها وحوفي عن بليه الشيخ إفرادك وأنا صلا يمران وكعادي الشين شناق دتو ومر بفني أي دذلك الساران لكن روحي نفتي سكار كأواد ينوليه هاي فني هذا كل الدوان مركلي إنه إسقوا ضفره وبرشد هذا إسقوا بلعبه ومركلي وضبرنا أيه مركلي ودرجع أيه وصمين أيه وأنا صدع علماء ديهورة أي بدي بس مين شرين وأيو بطنين وإمام النووي وحلا يلا هذا صدع ترجمة دي سكوسكان maalintii wuxuu akhrisan jiray 12 darsi buu akhrisan jiray hadda waa 12 kulli yawm 12 darsi oo kala duwan ayuu akhrisan jiray durustaas intuu dhageystay iskama tagi jirin waa lagu soo ceshan jiray afada maanta talabada haysata waxa kamida waa inaan waxba la raajicayn oo waxba lagu soo noqonayn bas waa la dhageysanayaa tabana waa laga kacayaa مال بالا سارة يهدون ولا سوق قضية نسخة فوق طاقة مالية طاقة نسخة طاقة دون لسارة طاقة أمره بودي كتاب لسي قضية ولا سوق قضية طاقة انت لسارة دونا لقى سوق قضية أن عدي حالين وعدي إيجينين تموت بنو هيا يا علم وحوب هي هي مراجعو انتو قييها للراجعة أو لقو النقضة انت حلقة الوفر استحلقت حلقة ayaa dib loo soo raacdaa halka muxuu sheekhu yiri ya markaas la isla toostoosiyaa inta loo xuqayay yahay bal la raajaca laakiin haddii noqoto bari baan marka akhristo dhageystay waligina dib uma eegin
دميات دقيسة مررت لا أدري بحالك النغنية وان مري سجرا مايو مررت لا أدري حالته مركز صاصي النغنيس إمام النووي لبقية طبعاً كدرسية ودقنا أيوة اللي حكم إذا إسق وكسو علين شو المعيد كها هذا وفرصه يا لبقية طبعاً كبوه الكسو علين يعني لبقية طبعاً كي كلبر لح إسق المعيد كها اللي إحنا عيد كلا كسو علين جتي وحيارها مركا كهري منا أيوة باب كان إنه الشجنة وحكم إذا علمي هذا تنبو عود إلا إسكدا أيوة فني مركو روحه الصقاء برتو فنون تكلو إسكدا أيوة anu isku madayin ba fannigaas uu iska daba galo taasi ma fiicno aqoon darada fanniyada kale uu kaga sugan yahay waa wareysa ya soomaalidu waxay ka sheekeyaan laba nin oo nin fiqiga ku fiicnaa laakin carabiyada kulliitay nin carabiyadu ku fiicnaa fiqiga ma aqoon fiqow maxaatay ma aqoon haddu carabiyada kaliya ruuxu barto aanu culumti shariicada kale baran xogaa waa isla weynaadaa waxana laga yaabaa laxniga iyo waxyaalaha saad u la weyn waxana laga yaabaa isticlaa inuu ku dhaco qisooyin bay ka sheekeyaan isticlaaga ku saabsano ay yiraahdaan yaani midba iska soo tuuray bay yiraahdeen meel saro yaani burkarkay tolomiye yiraahdeen war waxa carabiga ku ciyaaray buuri wuxuu ka muraar dilacay qaar carabiyadii jabinaya markaas uu naftiisa dacwar ya kiif fiqiga akhrin jiray كان وحوي نحوها آت كوي قاني أي وحلا يسلا تجنازة لا تكن يو جنازة دي بسيل وحكاتك ما نقرنا يو جنازة بسيل وتكن الله أكبر تي مركو مقلي فتح لي مركو أخري الله أكبر مغلبي سوى الله ركوع يا والركوع يا جنازة كل ركوع مربى إذا عدل القشي جي مركا ولا لها لا برك عدود سلا تجنازة أي هل كلا جت كذي yaani wariyo dhanba marka isaga cabirayo oo marka sayda cadal laga soo daayay dadku aad ka u dhageystaan ya marka taasi markay ku dhacdo maalintii dambe ki fiqiga akhrin shara fiqiga akhrinaya ayuu marka arkay meel uu jabiyay marka halkaas maxay ciraabanta marka si janaasa lagu rukucay waxay ciraabanta ciraabanta salaatu janaasa lagu rukucay waxay ciraabanta hay bay ciraabanta marka waa inuu ruuxu fanniyada isku wadaayo fanni kastaba wax ka barta fanniyada qaar waa inaanu fudaydsano yaani aanu marka hoos u eegin oo oran marka fannigaasi ma fiicna garashada ruuxa aanu garanayn baa waxa dhici karta fanniyada qaarkood inay la xumaadaan oo funuunta shariicada ka mid ah ya mid baa wuxuu dhinayaa cilmiga usuulka la yiraahdo muxuu yahay usuul fiqiga la sheegayaa muxuu yahay usuul fiqi xaggeysa laga keena ya xulla yaaban yahay cilmiga usul fiqiga culimadu marka ay sheegaan kutubaha iyo fanniga gaarka ah loo alifay laga qoray waxyaalaha marka ka hor imanaya waxa kamida waxan ruux aan facaynin inuu isku mashquuriyo wa naafica waa in laga raaco waxan ruux aan facaynin waa inaanu nafti ku mashquulin waa inuu marka shayga naafica wax anfacaya ku mashquulaa almashquulu laa yushqal qaacidadu maxay ahay mid mashquulsan lama mashquuliyo من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وناق روح إسلام لمدي سويني وناق سنتهي وحكم ذا وحان خصين إما لا يعني قائن مركا كتقو فوق هذا قاركود أما مفسرين تقاركود وحيسكم مشغولين يا وحيا لا أن لا ينضر وأشياء ذا قاركود ما بقى وقان كربا وأشياء غيبيو نص ينوش شيئين متشروب ta waxa noqonaysa takalluf kii laynaga reebay nuhiina aan takalluf iska dhaafo wama ana min al mutakallifin de wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ashiyada qaar kood waxa laga yaaba waxyaalo la ibhaamiyay oo la qariyay tacyiinka magaciisa la cayimayo inay isku mashquuliyaan dhimba laga yaaba quraanka in lagu sheegay rajulun ama qariya iyo waxyaalo la mid ah markaas loo oranayaa ninka magaciisu muxuu ahaa نص عيما يدان لهين بل أرنا يا مقع سوها يا ما يما هاي قريدو يعني هبلاية يا هاي يا ما يا هاي هبلاية يا هاي تعين كاس فائدة لجيه المال ما لا ينفع أي أصحاب كهفي للسعودي بيعضى بيسوى مدوبة بيسوى عصا مدى بكيسة لينو مشيقين وح منفعو إنو قد شرتانا ما شرتو إن مدى بكيسة إنو قانو
أسماء أصحاب كهف مقعية اللورنج رأي محي أهايل قربا يسكو كلفو مقعية أدقان الأخرين كرين بيلادان هبل يهبل 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 باللورنج مركات كل نواقيسو بعصر ضد كل نواقيسا نص عيما ينا الله مهيو وحيالها أن إن أنفعين ولنا يسكو مشبولين وحي اللي يرؤي بهامي إبهام كذا وين لقو قاب صدا لأنه مدر أن تعيين كأسماد ذا العين مع الولع بالغرائب يظل لقبه وحيالها الغرائب تا إلا تشعليه نفت بين آدم كو حيسك تشعش وحيالها غريب كأه بيسقارة وتشعش النادر كأه علماء روا كدق تشرين علمك أشياء غريب كأه إلا الشيغه أما اللقات أدبي قد يجري إمام مالك محولي شر العلم الغريب علم وحاوح نوع غريب كأه علماء بدن كودا غريب أكتودا كأه إلا ليا بي النادر كأه علم وحاوح ناكسن كالظاهر كأدت كالسور يا مشهور كأه علم ولي بكو الشيقة أيوه هذا هو علامة يا أثار كالو السلف كالغا السور يا وحي تلمام يسا كنا نظن أن غريب الحديث خير فإذا هو الشر وحنوم مرينش الرئي حديثك كيسا غريب كإنو خيري يهي وحنو أقال نينو شر يهي موضوعات بضن باكسوا بحي غرائبتي غريب كعلماء ذو آدبا يقدقين إمام الشافعي ميوها كيلي من تتبع غريب الحديث كذب حديثك كيسا غريب كغرائبتا كرع الرعا بيمو مركز دنبا الشيقاء وقنعا وصيد غريب كيلو قدقين وحلم إذا الشدود كإن لا يسكتشرو وحيالها الشاد كأه عالم علماء كم دي مسألة إنه كفقوا قمي أو علماء دي كلور من وذا جس مري سلفا وخلفا يعني وحوي تنوع سوكلا وين أدري سقى بصلا مسألة الشاذ كأول إلي سكشرة الإمام الدارمي كتاب كيس اللي يلا الرد على الجهمية كتب طاهرة إن لون نقطة آد بمهمته إمام الدارمي وعلماء دي السلف كم دي هاي عثمان ابن السعيد الدارمي بالي هذا لب الدارمي باكرة صاحب المسند هي صاحب النقد والرد على الجهمية مركع عثمان بن السعيد الدارمي كتابك حديثك استقوا كلمها معروف بقى المسند الدارمي أما السنن الدارمي اللي يلهدو كا استقوا معها كسوى كهر ريو نرلوا اسكسوا قارين لكن استقوا قاريه الري عثمان بن السعيد الدارمي اللي ببقل إيا السديت المركع هجرية أحايد أيوة دينتا لو كتاب قيمة بضن وعقيدة ذا كساب سنبو ألفين إنك استو عبارات كقار كود أو نقد ذا كويمين نوعا ما ولما ذا قار كود إلى هذين تعابرتا إن استعمار بافعنين مد وحليها النقد با ليلها دا مد وحليها الرد على الجهمية أيا ليلها دا كتاب كيسا الرد على الجهمية اللي إلى ذو حشيق إيا على مد الله قرطو روحا إنو مركايا هاي صاحب اتباع يئن يهي صاحب ابتداع والنقل مهم ويو علامة إمام كاسي الشيق يوم حاله أقول صنيا روحني ما صاحب اتباع سنة الراعي يبا مسوى صاحب ابتداع وحيري إن الذي يؤم الحق يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم كي حق الدون يحق قصديا يتبع المشهور من قول جماعتهم شما عدا علماء قول كعان كي يلاهدين أي راعيا وينقلب مع جمهورهم جمهور كود يبدن كود لقى الدوم يايو يعني أمرك وافقيا وإن الذي يريد البدعة يتبع الشاذ من قول أهل العلم ويتعلق بزلاتهم كدون يبدعدا قول كشاد كعلماء قار أي لاهدين أيو راعيا زلات كعلماء روا كده جيا شيخ بالبايري وحدي قال هذا هي سجى كده شيخ بالبايري يا زل مرك عالميري أيو عسكريا عسك حقية فهما آيتان بينتان في اتباع الرجل وفي ابتداعه والله بع على مدود أعد عاد أو ككلة السنة يروح اتباعي سيا ابتداعي سا على مد وأهو كتسرس وهذا الكاكورن يا كتاب كيس عثمان بن سعيد الدارمي
وحاد الكاكور يا كتاب كيس اللي يرادو الرد على الجهمية أيو كورمي لابد بقول إيه سيديت المركة هجرية دو أهيد بيدو أيو دنتان أنا علمي قاركود وحي اللي بدي يسا كتاب روح عن أخريني اعتقادك وحبا أقول من وحنفير يا هذا الكاوحة ورنشري الشيخ الإسلام ابن تيمية بل علماء قاركود وحي قارسيانين إلى هدين اعتقادك أهل السنة بخاري وأقوم بدين مركة شيء الشاذ كأقولي سواء إلا إسكتشرا المعقد السابع بابك التضباط اللوغم طي أبواب تعظيم العلم المبادرة إلى تحصيله ودقدق اللوغم دقا أيوه تحصيل كعلم الله تحصيلنا أيوه الله برنا أيوه واغتنام سن السبا والشباب يين لقفا إذا يستو دأدا يرانت يا عرور نمضى يا دل يرى نمضى دأديد وإن لك فائديس وإنت الروح يريهي وإن علمك أدو قد دالا فإن العمر زهرة فإن العمر عمره بمعنى النلش الروح النول يهي زهرة وأبح فإما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل أموى إليه كل نقطة وعيالها كرية الشرف تلا قاد استلقى ذي علمك كم ذي هاي ثمرة وإلى كن نقطه مرا كن نقطه وإما أن تذبل أما وإنا قاده أبحي وحك الصواب حمره أدو أبح مركز شوقه مركز من ملو يسر رقية هذه الكلا وأنا مركز سيتر إن وقار يا وبابايا وإن مما تثمر به زهرة العمر وحي مرينا يسو حكم ذا عمرك أما نرش أبحيد وحو مرينا ياه نرى يوحى كمذا المبادرة إلى تحصيل العلم دقدق اللو دقدق أي علمك إلا تحصيله وعلم الهره وترك الكسل والعجز يعاجزك يوهستك إلا قطقه واغتنام سن السبا والشباب يهين مركا لغا فائدة يستوه لغا غنيمة يستوه دعدا يرانت إسب النمدا يدعدا دل يرى النمدا امتثالا للأمر باستباق الخيرات فلن لفلنا يدرادد أما حال لفلنا أيه أمر كي لفلنا أيه لأمري خيراتك إن لورد أريه كما قال تعالى سيد الله بأو يريه فاستبقوا الخيرات أبرتما أو ترتما خيراتك أو كلا أريه وأيام الحداثة فاغتنمها ما المها مركا عصيبك وحلوك إذا يرانت ليريهي دادو انت يرتهي باللوت شي داي الا دلي يريهي فاغتنمها كفا اذا يسو كفا اذا يسو الا ان الحداثه لا تدوم دلي يرانمدو يا يرانتو دائم ميسو اوي تغيسا فرصه تغيسا ويان فرصه دا تغيسا كفا اذا يسو ان الفرصه اذا لم تنتهزها صارت غصه فرصه دا هدانت كفا اذا يسو وحي نقونيس ميدد كو مركتو او اسكو عيل كامبيدو او تراد الا محاد بريغا او فايده سوي قال أحمد رحمه الله إمام أحمد وحوري إلهي أهن حريستي ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط كما شبهن وكما ما كبن دل يرني ماذا إلا بشيء شيء ما إنو يهيم وياني شيء قاسو كان في كمي كسوغا مرض مركا وحوية دع الكيدة ألكا قعنت لغا سو صاره إقميسكا قعنت لغا سو بحين أيوه اتشلق ستايدا كبهو ايا وحا ليها كمبالي او كم القميس وهالكا قعانتا لقصو بحلي القميس كدع الكيسا مركا كمكا كاسالي لذا مركا شي هالكا قميس كدع الكيسا وح كسوغان وكالو فسقط ايقاد عيمو ايا وح كلاينو ايا هايكو مشبهين وحدالكا كسي لطيو كاسيبتي سو سيسي هلانكا قمرد عيو يا يعني وحاوه ايا سيرو دقدقا دلن يران نمد إيس سومر توجيه كأنه وحي ساي قد عي أدمودو أي ساي سومر والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس برشد علم قد لبرتا وقت قد دلن يران نمد قده هيدا لبرتا لا أقوان صدا يعني قرشد علم قد وقت قد لبرتا أسرع إلى النفس نفته هو دقدق بضنت وأقوى تعلقا ولصوقا وحوق بضنت هاي تعلقا حق قبصقا حق مركا دقنا شها
qabsashada marka nafta ay qabsanayso ku sugnanaayso iyo dhigitaanka ay ku dhageyso waa ka xoog badan tahay waqtiga uu ruuxu weynaado qaal al-Hasan al-Basri rahimahu Allah Hasan al-Basri waxa uu yiri Basri iyo Basri baa la yiraahdaa al-ilmu fi al-sighr ka naqsh fi al-hajar ilmiga la aqoonsanayo waqtiga yaraanta waxay ka dhigan tahay sida xarad dhagax lagu xardhaayo kale ka dhigan tahay hadii dhagaxa wax lagu xardho lagu qoro xararka lagu qoray dhagaxa magac baba lagu qoray ma ka baaya siduu ugu dhagan yahay aan uga baayn in xararkaas lagu qoray dhagixii ayaa ilmiga yaraanta la bartaana ruuxa aanu uga tagin ee laazimaya marna waxay u soo naqliyaan culimada qaarkood ay oran jireen al-xifdu fi al-sighri ka naqsh fi al-hajar bay culimada qaarkoodna tacbiir noocaas ay sheegaan walaw xasan bayna u nisbayna faquwatu baqa'i al-ilm fi al-sighr faquwatu baqa'i al-ilm ilmiga inuu baaqi noqdo xoogga uu ku leeyahay fi al-sighri yaraanta ku baaqi noqdaa ka quwwati baqa'i al-naqsh fi al-hajar wasida hararku hadhitaanka uu ku haraayo xoogga uu leeyahay fil xajari dhagaxa uu ku baaqi noqonayo xoogga uu ku leeyahay kari wiin yani saasoo kale ugu baaqi noqonay faman igtanama shababahu naala irbah ki ka faa'iidaysta dhalinyaranimadiisa naala wuxuu gaadhayaa irbahu dantiisuu gaadhayaa irbigu waa xaajada waa baahida waxamida cinda mashiibihi suraah wuxuuna mahadinayaa cinda mashiibihi markuu ciroobee gaboobo ee da'da noqdo suraahu yacni guurayntiisi iyo socodkiisii ayuu mahadinaya wuxuu ka dhigan yahay barashadii uu cilmiga baranay inuu waxa weeye yacni intaa cilmiga u soo guuraynayo kaluu ka dhigan yahay iqtanim sinna shabaabi ya fata cinda almashiibi yaxmadu alqawmu sura shaacir baa wuxuu yihi iqtanim ka faa'iidayso sinna shabaabi da'da dhalinyaranimada ka faa'iidayso ya fata wiilkow عند المشيب يعني وقت عرده أكتادا يحمد القوم السرى وحي مهدين أيان يعني ضدكو أما الرق وحي مهدين أيان قورين تي أي مهدين أيان وعجرتين مهما عربيدو أرانا إسا عند الصباح يحمد القوم السرى مهما عربيد بيهاي شاعركم معناها سوء اقتباسو عند الصباح وعند المشيب كبدلي تمه ما ضحي وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل شيء وحو قد بضن على الشباب اللي يرده هذا وحلوك إذا أشخاصتي وحو قد بضن التسويف وطول الأمل إن وحوي دب لورده أو لي هذا وقت الدم بأيات سمين نوتا التسويف ومحي وصوف صوف أعمل صوف أتعلم سوف أفعل التصويف ومحواد دي بلغيس وقت الدمبان سمين دون الليلادو وهو حاوغو اللي بتبضا بل يرضى أو حو السلاح ذا قبابا وحلقا يا بينو السلاح ذا مردن بات سمين دونتا مردن بات بران دونتا مردن بات عين كي يلي دونتا على ماذا قاركود وحيران شرين هبك إبليس وضدك كلاد دقال لما يكلو ميو وحاوغو الدران التصويف يا دي بلغيس أمركو السلاح ذا الروح القرآن أخرسو war wad akhri doontaa iska dahda markuu siraado cibaado samee wad cibaadaysan doontaa mar dambe markuu siraado xaji sanad dambe xajida amalku siraado sameeba wuxuu oranayaa oo kaga baajinaya ruuxi inuu yiraahdo mar dambe aad samayn doontaa iminka iska naso iminka iska seexo iminka iska sheekeyso ya iminka wax kale iska qabso wa tuulu al-amal iyo idi diila dheer idi dilada dheerna waxa loo jeedaa inuu isleeyahay cimri badan baa de ku haray ruuxana cimrigiisu intuu noqon doona waa qayb isagu kama warqabo ya ma wax yar baa u haray ma wax yar ma wax badan baa u haray wax yar iyo wax badan wax u haray isagu ma oga marka inuu siiraado insha Allah bari dambad caynkaas samayn doontaa ya hadda waxa ay waxa iska soo qabso ya hatta tawbadi markuu isyaa ruuxu toobad keen waxaa laga yaabaa inuu beri dambe toobad keeni doonta oo toobadii xataa sheeydaanku dib uga dhigo toobadii hadii dib loo dhigana wuxuu rabaa sheeydaanku
إن روح الجارد أطمع ده إسجن توبت كيري نين قبيا أهاي ويناي ولون شري أعشا وقبيا جي عن كأهاي عربيت كم بدو وقت في جاهلية ده يا والرجع مركا وحوي دي كلمات كقبي جي ويره ده ده وح بدلي شري بيها نبى فقيرها وحول يروها حبل بض النوارها حبله بض نابا لجبر سواي لفقري فقير لماذا وفقير كي هي الدراد ديت بالوجب جرسن واي قيل بحلب كلها أعشى أسه هيدي حشيب أقرأ وحكعنا يا دوا يرتها ما جوع قتشيدي من كبا الله يا أبي قبيا جاها من كان حش قرة كل يله حشينا أقرأ مركز سوق قبي وكأمان أيه أو تلمام يسقي يديق دمنا وضرب الشين الناس وده نوجين أو من كأعدو بوم بونين أيه أيوتري يا gabayga amaanta markuu u tiriyay baa habli si la kala boobay waana xoolaysta ya wuxuu uga jeedayna waxay ahayd magacaas uga jeedi marka ninka noocaas u aha ninki acsha ayaa gabay buu tiriyay oo wuxuu yiri marka waxyaalahan awsaantii waxan in la iska daayo weeyo oo waxyaalaha marka loo qalayna marka la iska dhaafo lucni waa wuxuu isii nabiga u tago islaam nimanka quraaysheed ba arkay marka nimanka quraaysheed la kulmeen bay ilaahay maxaa doonaysa wuxuu muhammad baan u doonayaa inuu tago waa islaamaya oo haddii islaamto zinadi baa lagu diidayaa ilaahay mar hadda zinadan kama lihi guuriyo awood baa uma hayo mala bariga hor u khataraha waxa dabeedna lagu yiri oo khamrigina waa ku diidayaa taas xogaa iskaali yeelatay oo yara fikiray dadna wuxuu yiri hadaba sanadkan ma ka soo dhirgaya khamrigo dibanka islaamay waay sidaada yeel bay yiraahdeen oo geel aan qaado oo iska noqo sidii buu ku noqday inu sanada khamriga ka soo dhergo oo dabad marka sanada dambe islaamo baniyadiisu ahay ya geeridi ba ka soo gaadhay ba leeyiriyo sanadi uu khamriga ka soo dhergay uu ku dhintaa leeyiri asagoo ku firgaya gaalimadii ku sugan halka inoo gujoogo wallahu aalam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.